الله يسعد اوقاتكم كل خير، واتمنى تكونون بخير واحسن حال يا رب. كلنا كلينا شاورما، هذا شيء مفروغ منه، لكن عند الفريج الاول شيء مختلف وشيء مميز، ومجهز لكم حق مناسباتكم وجمعاتكم وطلعاتكم شيء مخصوص، اضافة الى انواع متعددة من الشاورما. ندخل ونتعرف عليها. يتميز الفريج الاول بوجود عدد 10 انواع من الشاورما، كل واحدة تختلف عن الثانية. شاورما فريج، وشاورما طنطل، وشاورما مدحدح، وشاورما رمانة، وشاورما صامولي، وشاورما متأمرك، وشاورما كومار، وشاورما فسحة، وشاورما بديانة، وشاورما سميلات. بالإضافة إلى وجود 4 أنواع من البطاطس، اللي هو كوب بطاط، وبطاط فسحة، وبطاط ملغم، وعندهم سمبوسة شاورما، وعندهم صحون اللي هو صحن كلاسيك، تناتيف راهية، وصحن تناتيف، وشاورما زوارة. عندهم هذه المبادرة، شاركهم برأيك واقتراحاتك واحصل على خصم 10% على طلبك. هذا الشكل النهائي الشاورما زوارة. طبعا شاورما زوارة تتضمن 40 قطعة ميني شاورما دجاج بالرمان، إضافة إلى بطاطس ملغم اللي هي بطاطس بصوص الثوم والجبن السائل وقطع شاورما الدجاج. طبعا عندهم عصيرات الفريج الأول، عندهم عصير البرتقال وعصير الفراولة وعصير الكوكتيل وعصير الرمان. وعلينا وعليكم ألف عافية. هذه كانت تغطيتنا وزيارتنا المطعم الفريج الأول بالخبر. طبعا عندهم عدة فروع بالخبر، عندهم فرع بحي التحلية على طريق الملك خالد، وفرع بحي العقربية، وفرع بالدمام بحي النزهة، وفرع بالجبيل، وفرع بالحسا. راح أحط لكم حسابهم بالإنستغرام، تصفحونه وتشوفون أنواع الشاورما اللي عندهم والمنيو بالكامل ووسائل التواصل معهم.